الجهود من باب انصاف الناس المفروض نزكوا الاستاذ. هذا راه ما كانش ترشيحات والجمعيه في يوم 3 جانفي 2020 تحويل المنتدى بقرار بتصويت اجماع الى جمعيه وطنيه مدنيه. واليوم الحمد لله احنا في جمعيه تاسيسيه وقد اكتملت وحضرتم اشغال الجمعيه. الجمعيه هي جمعيه مدنيه اقتصاديه تشتغل في الفضاء المدني. من اهدافها الرئيسيه جمع النخب والكفاءات وكل الاطارات، وتحاول تنسيق الجهد لتقديم الاضافه في المجتمع، وايضا ان تكون قوه اقتراح كل الحلول الممكنه للمشكلات العامه، ايضا الاهتمام بالكفاءات الوطنيه في المهجر ومحاوله استفاده منها في خاصه التنميه الاقتصاديه وفي تطوير البلد بشكل عام.